أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاة إلى الله إنك تتبارك من خلال هذه الحلقة حديثنا في هذه الحلقة عن موضوع مهم جدا وفي هذا الموسم وفي هذا التوقيت الخاص بعنوان اصحوا واسهروا وهذه طبعا ايه من بضع ايات ماخوذه من كلمه الله من الكتاب المقدس هي دعوه لكي نصحو ولكي نستيقظ ولكي نسهر ولكي نتحذر وننتبه وان نحيا حياه تمجد الله بتكريس كامل وان لا تكون او لا يكون فينا اي عدم مبالاه او الجهل او نسلك في الظلمه المحيطه حوالينا لكن فعلا نركز انظارنا على شخص الرب يسوع المسيح في هذه الايام فهي فعلا دعوه للصحوه دعوه لليقظه وهذه الدعوه هي للمسيحيين اولا للمؤمنين انه تصحو تنتبه تكون حذر ولا سيما في هذه الايام لأن الحرب شرسة حرب شعواء حرب ضروس وضارية ضد كنيسة الرب وهي دعوة لغير المسيحيين اللي بيستهين بغنى لطف الله وإمهاله وطول آناته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة من أجل هذا عزيزي المشاهد فهي دعوة لتتخذ قرار حقيقي في حياتك انه ما تعشش حياه التردد بين طبعا فرقتين ولا تعرج بين فرقتين لكن هي دعوه لحياتك انه فعلا تضع ثقتك وايمانك في الرب يسوع المسيح ومن خلال هذا القرار يحدد مصيرك ويحدد ابديتك من اجل هذا اخوتي واخواتي اصحوا واسهروا ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير اصحوا واسهروا مثل ما شفنا الايه اللي كانت على الشاشه من رساله بطرس الاولى الاصحاح الخامس ودعوني اقرا الايه 8 والايه 9 من فضلك. اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو فقاوموه راسخين في الايمان. عالمين أن نفس هذه الآلام تجري على إخوتكم الذين في العالم هنا أحبائي بيتكلم عن كنيسة متألمة مضطهدة لكن كنيسة قوية منتصرة ممجدة ومن ناحية أخرى بيتكلم عن عدو الكنيسة اللي هو إبليس اللي بيزرع الفتن واللي بيزرع الشكايات والمكتوب عنه أنه هو المكار والذي يخدع والذي يغوي والذي يغري والذي يسقط في الخطية فبيتكلم عن الشيطان كأسد الكاء التشبيه فهو ليس الأسد لكنه أسد أسنانه مهشمة لكن مع كل هذا عم بيرعب وعم بخيف الأشخاص الغير متمسكين بالإيمان وهون بيتكلم لجماعة عن بمر في اضطهاد والرسول بطرس عم بشجع الكنيسة إزاء هذا الاضطهاد الشرس ضد الكنيسة ومنتذكر كلمات الرب يسوع المسيح عندما قال لبطرس في قيصرية فيلبس في متى إصحاح 16 قال له أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، فاذا كل هجوم الجحيم وكل السنه النار من الجحيم وكل ابالسه الجحيم لا ولن ولم تقوى على كنيسه الرب الحيه، لكنه يقول يجول كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه، بيتكلم عن واحد غير صاحي واحد غير منتبه في حياته الروحيه واحد عم بيتهادن على حساب الحق الكتابي عم بساوم في كلمة الله عم بساير المجتمع وعنده نظرة مزدوجة عاوز المسيح لكن عاوز يرضي العالم في نفس الوقت بيتكلم عن شخص لربما ينحرف إلى الظلمة وهنا ينقض إبليس على الشخص الغير حذر والشخص الغير منتبه فيقول الكتاب اصحوا اصحى انتبه تحذر كن مستيقظ واسهر تتكلم عن اصطلاح جنديه كما ان الجندي يسهر لكي يحمي مدينته ولكي يحمي عائلته ولكي يحمي نفسه وهذا الموضوع بيتكلم عنه الرسول بولس في افسس اصحاح سته يقول فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة هذا الدهر مع اجناد الشر الروحيه في السماويات لانه وان كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب فان اسلحتنا هي قادره بالله على هدم حصون من اجل هذا احبائي انتبه لانه في حرب شرسه وانه فعلا زي الاسد اللي بينقض على قطيع من البقر الوحشي حتى يفصل مثلا البقره الصغيره عن العائله الكبيره لكي يتفرد او يستفرد بهذه الفريسه بدون مقاومه هكذا الشخص الغير حذر اللي بروح الى اماكن خليعه اللي بساير بحياته الروحية اللي يعني عايش حياة غير مستقيمة عنده خطية غير معترف فيها أو كما يقول الكتاب توجد خطية رابضة عند الباب ولها اشت... ولك اشتياقها فإذا في اشتياق لهذه الخطية فتيجي الفرصة وإبليس بيرمي الطعم في نقطة الضعف الموجودة في حياتك عندها تستسلم لهذه الخطية وهذه الخطية تنتج موتا وطبعا تقود الانسان الى حياة الدمار والى حياة الهلاك من اجل هذا يقول اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو فقاوموه في مقاومه وهذه المقاومه عن طريق الاتضاع فالشيطان يخاف من المتواضعين مكتوب فقاوموه راسخين في الايمان عالمين ان نفس هذه الالام تجرى على اخوتكم الذين في العالم يعني في كثير من اخوتكم اللي عم بيتالم في اماكن خطيره في اماكن صعبه وبكل بساطه بيتالم لأنه شخص مسيحي لأنه بيؤمن بيسوع المسيح في بطرس الأولى الإصحاح الرابع والآية سبعة والآية ثمانية مكتوب وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة لأن المحبة تستر كثره من الخطايا مكتوب نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياه لاننا نحب الاخوه يا اولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق احب بعضكم بعضا من قلب طاهر وبشده وأما المحبة فلتكن بلا رياء غير مخادعة ما فيهاش أي رياء أي خداع أي غش ما فيهاش أنك أنت بتلعب دورين تظهر محبة من الخارج لكن قلبك مليان ضغينة ضد هذا الشخص فهون بيتكلم عن المحبة الغافرة المحبة الساترة المحبة الشافية التي تلمس كل كيان الحياة فتغير وتجدد الحياه وتقود الانسان الى الحريه الحقيقيه لكي يتعرف ويلتقي برب المجد عندها سيتحرر من القيود عندها سيتصالح مع الله الاب عندها ستغفر خطاياه ويكون نصيبه الحياه الابديه ويتم الخلاص الكامل حتى تغفر خطاياك انما نهايه كل شيء قد اقتربت فتعقلوا بيتكلم عن الوعي بيتكلم عن التوازن بيتكلم عن الاتزان العقلي الإنسان الصاحي الإنسان المتعقل الإنسان اللي عارف يعني حتى لو الدنيا ظلم لكن بيستخدم الحواس المدربة على التمييز هذه الحواس اللي بتمكنه إنه فعلا كل ما اقترب الوقت محتاج إنه يصلي محتاج إنه يكون في تواصل مع الله محتاج ان يكون في شركه في علاقه حيه مع اله حي ولكن يعني هو في صلاه ولكن لاحظ الكلام ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديده لان المحبه تستر كثره من الخطايا تعرفوا احبائي قال الرب يسوع بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعض احب بعضكم بعض كما احببتكم انا ايضا تعرفوا المحبه هي طبيعه الله الله محبه فالمحبه في ذات الله قبل خلق الانسان ولان الله يحب فالله يحب الانسان بغض النظر لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا يقول كتاب وتراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة أحبنا فضلا أحبنا حتى المنتهى أحبنا ونحن خطى بغض النظر كنت كبير صغير بار أو غير بار الرب حبك بغض النظر شو أنت شو خلفيتك شو هويتك شو ديانتك فهذا هذه المحبة أظهرها بل اعلنها الرب يسوع المسيح، بل ايضا عاشها وعلمها وفعلا سلك فيها. من اجل هذا بقول يقول الكتاب اسلكوا في المحبه، يا اولادي انظروا اية محبه اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. من اجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه هو هذه المحبة اليوم عم تهاجم عم نستهزأ يستهزأ بنا بسبب المحبة اليوم عم بهاجمونا لأنه منعلم أقوال المسيح أنه مش بس تحب الآخرين بل تحب الأعداء أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وتخيل انه في ناس بتسخر من هذه الايه رغم انه كل العلماء من اعداء واصدقاء يناشدون هذه المحبه ويتكلمون عن عمق وبعد وعظمه هذه المحبه هذه المحبه الالهيه المحبه الغير محدوده المحبه الغير مشروطه هذه المحبه موجهه تجاهك انما نهايه كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات بس عشان الصلاه تكون مستجابه بقول لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديده لان المحبه تستر كثره من الخطايا او كما قال عنها الرسول بطرس لذلك منطق احقاء ذهنكم صاحين متعقلين واعيين صاحين فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمه التي يؤتى بها اليكم عند استعلان يسوع المسيح اعزائي ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي المشاهدين حديثنا في هذه الحلقه اصحوا واسهروا وعاوز اقرا ايضا من بشاره لوقا في الانجيل المقدس اصحاح 21 من الايه 34 مكتوب فاحترزوا لانفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وشكر وهموم الحياه فيصادفكم ذلك اليوم بغتة الرب يسوع عم بيتنبأ عن مجيئه الثاني وأن هذا المجيء سوف يكون فوري سوف يكون فجائي سوف يكون علني وسوف يكون بمجد وعظمة قديسين وأبواق وملائكة وهتاف مجيء الأول كان ولادته في بيت لحم في مكان متواضع مجيء الثاني كل الخليقه، كل البشريه راح تعرف عن مجيئه عندما يظهر فجأة ويقول انه بالتحقيق سيأتي كلص في الليل. فعم بيقول من خلال سياق الحديث فاحترزوا يعني احذروا لانفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار، لئلا تنغمس او حياة الانغماس في اللذات والسكر وهموم الحياه هذه الهموم بيتكلم عنها البشير متى في اصحاح 13 تخنق الكلمه فيصير الانسان بلا ثمر يعني اصعب واخطر شيء في هذا الوجود انه يكون واحد مسيحي اسمي دعى عليه اسم المسيح ولكن ما بيعرف اي شيء عن المسيح ولما تكلم الرب يسوع عن ايمان قائد المئه انه لم يجد هذا الايمان في كل اسرائيل بعدين قال هذه العباره الحق الحق اقول لكم بقول انه سياتون من المشارق ومن المغارب يتكئون في حضن ابراهيم اما بنو الملكوت فيطرحون في الظلمه الخارجيه هناك يكون البكاء وصرير الاسنان يعني اخطر شيء انه الانسان عايش مش واعي مش صاحي يعني منغمس في حياه اللذات والسكر بيتكلم عن العقل الغير واعي كانه سكران مش منتبه مش متحذر مش مركز مش رجده مش في داخله ولا صوابه في عقله وهموم الحياة كل هذه الضغوطات ولا سيما في هذه الأيام منشوف ضغوطات كثيرة على الناس مما حولت حياتها من الاعتماد والثقة في الرب يسوع المسيح والنظر للرب يسوع المسيح عم بعيش بيتخبط بكل ضربات الحياه وكل ضغوطات الحياة من أجل هذا قال رسول يوحنا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب لأن كل ما في العالم شهوة الجسد شهوة العيون وتعظم المش... المعيشة والرسول يعقوب قال أيها الزنا والزواني اما تعلمون ان محبه العالم هي عداوه لله؟ ثم قال رسول بولس: ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لكي تختبروا ما هي اراده الله الصالحه المرضيه الكامله فاحترزوا احذروا لانفسكم لئلا تنغمس في ملذات الحياه. وسكر وهموم الحياه فيصادفكم ذلك اليوم بغتةً، من غير ما بتعرف مجيء الرب رح يكون فجأة، ما في شخص بيعرف لحظة مجيء الرب يسوع. يقول الرسول يوحنا: يا اولادي هي الساعة الاخيرة، والكاتب إلى العبرانيين يقول: بعد قليل جدا سيأتي الاتي ولا يبطئ. وبتعرفوا احبائي لما الرسول بولس حذر تيموثاوس يقول اكرز بالكلمه اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب انتهر وبخ عز بكل انات وتعليم لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصه يجمعون لهم معلمين مستحكه مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون الى الخرافات اما انت فصحوا فصح في كل شيء احتمل المشقات اعمل عمل المبشر تمم خدمتك فاذا احبائي بيتكلم الواحد يكون صاحي واعي منتبه سهران متيقظ عم بيحرس ليه لانه بيكمل في اي 35 في لوقا 21 لانه كالفخ ياتي على جميع الجالسين على وجه الارض اسهروا اذا وتضرعوا في كل حين صلوا لكي تحسبوا اهلا للنجاه من جميع هذا المزمع ان يكون وتقف قدام ابن الانسان يعني تقف بلا لوم، تقف رافع راسك، تقف ما عندكش دينونه، بتقف فعلا لانك اكملت السعي كما يقول الكتاب المقدس. في بشاره مرقص اصحاح 13 مكتوب: انظروا اسهروا وصلوا لانكم لا تعلمون متى يكون الوقت. اسهروا اذا لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباح يعني ما بحط كل المراحل النهار والليل ولا إنسان بيعرف لألا يأتي بغتة فيجدكم نياما وما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا. اسهر. مجيء الرب قريب جدا. الله لا يتباطأ عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا لا يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبه. اسهر. اوعى، اصحى، انتبه، استيقظ. انتبه لحياتك انتبه لروحك علامات كثير من مجيء المسيح خلاص تمت واقتربت يمكن في اي لحظه يجي ولما بيجي الرب يسوع هل انت مستعد للقاء المسيح اوعك تنخدع بديانات ولا بمحاولات او فلسفات هي بكل بساطه دعوه انك تيجي ليسوع المسيح اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسو قلوبكم هو ذا الان وقت مقبول هو ذا الان وقت خلاص من اجل هذا يقول الكتاب المقدس استيقظ ايها النائم فيضيء لك المسيح لكي تقوم من بين الاموات ثم احبائي في متى 26 الايه 41 الرب يسوع المسيح كان بصارع كان بجاهد في بستان النزاع وفي بستان الجهاد بمعصرة زيت هذا هو المعنى بستان جتسمان حتى تتم النبوة دست المعصرة لوحده وهو يجاهد في هذا البستان وهو يصلي ويصارع ويصرخ ابتدأت قطرات عرقه أو جبينه صارت قطرات دم تصور من كتر هذا النزاع من اجلك ومن اجلي ثم الرب يسوع بيجي التلاميذ يجدهم نياما الم تقدروا ان تسهروا ساعه واحده ثم اسمع ما يقول اصهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربه اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربه اما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف أوعك تفكر أنه بقوتك الذاتية فيك تواجه التجارب لا فعلا هو الرب يسوع جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم فضح الشيطان وكل عمله لكن الشيطان الشيطان بيعمل عن طريق الخوف كانوا كل حياتهم تحت العبودية لسبب الخوف خايفين استعبدوا لأن الله لم يعطنا روح الضعف بل روح القوة روح الضعف للعبودية لكن الله أعطانا فعلا إنه نتحرر ونسلك كأحرار كأولاد للحرية لأن الله لم يعطنا روح الفشل اللي هو الضعف والخوف بل روح القوة تستطيع أن تقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني بتعرف احبائي فعلا احنا في اخر الايام في اخر الايام بتعرفوا في رساله تسالونيك الاولى اصحاح خمسة يقول واما الازمنه والاوقات فلا حاجه لكم ايها الاخوه ان اكتب اليكم عنها لأن هذا التعليم جزء مهم جدا في عقيده الكنيسه المسيحيه اللي هي عقيده الاسكاتولوجيا، عقيده الاخرويات انه المسيح سياتي ثانيه لانكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء واما انتم المؤمنين طبعا ايها الاخوه فلستم في ظلمه حتى يدرككم ذلك اليوم كلص لان المؤمنين مستعدين للقاء العريس جميعكم ابناء نهار وابناء نور لسنا من ليل ولا ظلمه فلا ننم اذن كالباقين بل لنسهر ونصحو اسهروا اثبتوا في الايمان كونوا رجالا فتقووا تعرف احبائي مكتوب عالمين ان الوقت الان انها ساعه لنستيقظ من النوم فان خلاصنا الان اقرب مما كان حين امنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع اعمال الظلمه ونلبس اسلحه النور لنسلك بلياقه كما في النهار ولا تشترك باعمال الظلمه غير المثمره بل بالحري وبخوها من هجل هذا اخوتي واخواتي دعوه الرب واضحه جدا نستيقظ نصحى ننتبه نصلي حتى لا ندخل في تجربة لأن واحدة من أسماء الشيطان المجرب والمشتكي يشتكي علينا مكتوب وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت فكيف نستطيع أن نصهر بالصلاة نستطيع أن نصهر أيضا بمقاومة الشيطان نستطيع ان نصهر عندما لا ندخل في تجارب عندما ندرك ان حياتنا هي في ملء وبركه الرب فاحنا في معركه شرسه احبائي وعلينا ان نقاتل هنا بتكلم عن حرب روحيه حتى نكون على اتم الاستعداد لالا ياتي الهلاك بغته كما يقول الكتاب فعلينا نصحى من السكر نتحذر نعيش حياة فيها بتمجد الله مش حياة اللي فيها لا مبالاة حياة عدم اكتراث بل فعلا نصلي حتى لا ندخل في تجربة ألم تقدروا أن تسهروا ساعة واحدة صلوا لألا تدخلوا في تجربة اسهروا اصحوا واسهروا لأن الرب جاي في أي لحظة الرب راجع أحبائي من أجل هذا أحبائي خلينا ننتبه خلينا نحذر خلينا نستيقظ فإذا شو علينا نعمل لازم نعترف بكل خطية ونتوب عنها في مسحين كثير عندك خطية غير معترف فيها تعال اليوم طلعها من صدرك اعترف فيها للرب وخلاص شيلها من حياتك حتى فعلا تتفك القيود عنك تعال احتمي بدم المسيح لانه احنا بنغلب الشيطان بقوه الصلاه بقوه الكلمه المسيح انتصر بقوه الكلمه وايضا بدم الرب يسوع المسيح اوعك تنخدع يقول لك دم المسيح ايوه دم المسيح هو اللي بيحميك من كل الشياطين ومن كل الابالسه ودم يسوع المسيح مكتوب عنه يطهر من كل خطيه دم يسوع المسيح يقدسنا دم يسوع المسيح صار لنا الدخول الى السماء ودم يسوع المسيح يحمينا ويغطينا ايضا من كل المحاولات، فالسهر هي حياه اليقظه والحراسه لئلا تدخل الخطيه الرابضه عند الباب فتلوث حياتنا فتتحول انظارنا عن المسيح الى العالم تبتدي الهموم وحياه الهزيمه وحياه الفشل، حياه العار وحياه الخزي تبتدي حياتنا لا تمجد الله بأعماق قلبك عاوز تعمل شيء لكن ممسوك تعال اليوم قل له يا رب حررني انقذني صلي هاي الصلاة قل له ارحمني قل له يا رب أنا عاوز أكون مستعد كل الاستعداد لأن الشيطان بيستغل كل فرصة للهجوم أحبائي خليك في تواصل مستمر مع الله الآب خليك في علاقه وفي شركه خليك تستخدم كلمه الله تعمل وتطيع مشيئه الله استخدم سلاح الصلاه استخدم سلاح الكلمه استخدم سلاح دم الرب يسوع سبح الرب مجد الرب عيش في توقع ان الرب جاي في اي لحظه لكن احبائي في مشكله كبيره ايضا اليوم بين المسيحيين مشكلة الانشقاق عدم الوحدة والغريب أن كل كنيسة بتدعي كم من المعجزات في طايفتها الله بيستجيب وأنا بتعجب أنه كيف الله بيستجيب في عدم الوحدة أنا بدعو الكنيسة أن تكون واحد صلاة الرب يسوع أن نكون واحد الرب يوحد قلوبنا لخوف اسمه فاسهر صلي حتى لا تدخل في تجربه. اسهر، صلي، لانه مجيء الرب قد اقترب. اسهر، احذر، انتبه، خليك مثل حارس الليل. استخدم كل حراسه ولا سيما ابليس بيعمل في مناطق الظلمه بمفاجات مكتوب لئلا يطمع فينا الشيطان لاننا لا نجهل افكاره. اصحوا واسهروا. اخذ بعض المكالمات لكن بعد هذه الرساله القصيره اهلا اعزائي المشاهدين حديثنا عن اصحوا واسهروا وانا اتكلمت في هذا الموضوع اذا عندك اي سؤال اي مداخله الفرصه متاحه مفتوحه واي شخص بحب يتواصل معنا ارقام الهواتف موجوده امامك على الشاشه خليني اخذ المكالمه الاولى من كندا من الاخ جورج اهلا وسهلا اخ جورج انت معانا على الهواء سلام الرب يسوع اخي نزار سلام الرب يسوع معك حبيبي كلمه كلمه فعلا اندار اخير لكل من يسمع كلمه الرب انا بس كنت اشارك واقول اخي نزار انه فعلا ان نسهر ونصلي دوما ونكون ثابتين وخاصه الصبر الصبر هو مثل ما يقول عنا مثل الصبر مفتاح الفرج. آه والحقيقه انه آه كل مؤمن يعلم ما معنى الصبر الصبر هو الانتظار آه لان الرب بطرقه وبالاشياء و التي يعملها آه هو له طرق طرقه الخاصه <applause> انا كنت اللي اريد آه اقوله انه اغلب اوقاتنا نحن آه انه نكون نور للاخرين لانه انا اتذكر واحد مسلم قال آه بوقتها انا لو نظرت الى المسيحي لما اتيت الى المسيح ولكني نظرت الى المسيح نفسه والى الكتاب فلذلك خطوره ما قلت انا بايدك لانه انت ذكرت نفس الشيء انه يكون الانسان مو بس انه آه انه مسيحي بس بالاسم بل... لانه الخارج نورنا نحن يسطع على آخرين مو بس على المسلم وعلى البوذي وعلى المسيحي نفسه بس نكون مسيحيين حقيقيين بعيدين لأن الأصنام الموجودة هي أصنام أصنام المال أصنام الشهوة اليوم أصنام التلفزيون تقول إسهر يا أخي نزار قلت الكلمة يمكن عشرين مرة ولكن السهر أغلب الأوقات مع الأسف الشديد يسهرون على الإنترنت يسهرون على أفلام مغذية وعلى أشياء لا تمجد كلمة الرب ولا تمجد الله ولا تمجد البيت الذي يسكنون به فأنا أقول لكل شخص أن الوقت طريق والوقت فعلا قريب لانه كل البروفيسي كل الاشياء التي كانت في الانجيل تقريبا قد اكتملت يقول لا تكنزوا لكم في انجيل متى الاصحاح السادس لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حيث يفسد السوس والصبا وحيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد السوس ولا صبا وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون لانه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا في الجسد والعين فلذلك اخي نزار انا بشكرك جدا والرب يبارك شكرا كثير و... بس في شغله اخيره بالنسبه لتعدد الكنائس اخي نزار مزبوط في انقسامات كثير انا لا يهمني تعدد الكنائس معلش مو مشكله ولكن انا عندي مشكله في انقسام الكلمه اذا كانت الكلمه التي اهداها الرب لنا من خلال الانجيل وكلمه التبشير ان تكون واحده لا يمنع هذا اما م. انقسام الكلمه على نفسها فاصبحت الحقيقه كاذبه وهذا شيء مغلق م. لا يمجد الرب اشكرك والربي شكرا بقى جزيلا ربنا يباركك يا اخ جورج شكرا خليني اخذ مكالمه ايضا من ابو مهند من الاردن اهلا وسهلا ابو مهند تحيه محبه وتقدير للاخ نزار شاهين اهلا وسهلا ابو مهند كلمتي تقول اسهروا لانكم لا تعلمون في اي ساعه ياتي ربكم. متى 24 42. ان الله عنده تقويم يبدا حين بدا التقو الوقت يدعى في البدء تكوين واحد واحد ويوحنا واحد واحد ثم ينتهي حين لا يعود هناك اي قيمه للوقت بينما يوجد حدثين لم يسبق لهما مثيل بالتاريخ الحدث الاول قد تم حين صار الله جسدا وحل بيننا هذا هو الحدث الاول وحل في احشاء مريم العذراء المباركه في يوم معين من التاريخ <applause> يوحنا واحد 14 اما الحدث الثاني فهو مجيء الرب الحبيب يسوع المسيح ثانية هذا المجيء الذي سيتم عن قريب جدا وبالرغم من عدم معرفتنا لذلك اليوم ولا لتلك الساعة فإن حقيقته لا ريب فيها وأنها ستأخذ مكانها في تقويمنا وفي تقويم الله الأكيد لأنه مجيء الرب يسوع سيقف كل واحد أمام كل منا أمام كل قضايا لنعطي حسابا على كل ما عملناه في حياتنا كورنثوس 15. فالتيقظ ينبغي ان يكون ميزه كل مؤمن. ده ميزه كل مؤمن. آه والملفت للنظر ان اسم البابا غريغوروس يعني المتيقظ او الحذر. غريغوروس هذا الذي وضع التقويم الذي نسير عليه. مم. فلنعش كل يوم للمسيح وهكذا نصبح مستعدين ومتشوقين لمجيئه الثاني الى الارض، الامر الذي لا مفر منه. عش وكان المسيح مات البارحه وقام هذا الصباح واليوم سيرجع ثانية. عش وكان المسيح مات البارحه وقام هذا الصباح واليوم سيرجع ثانية. وشكرا شكرا جزيلا ابو مهند ربنا يباركك على هذه المداخله الحلوه ابو مهند فعلا انه الرب يسوع المسيح جاء في المجيء الاول ولادته في بيت لحم في مكان متواضع لكن مجيئه ثانيه مكتوب عنه هو ذا سياتي مع السحاب وستراه كل عين انا هو الالف والياء البدايه والنهايه الاول والاخر وهكذا بيتكلم عن مواصفات الرب يسوع في سفر الرؤيا بحب اذكركم الكتاب بعلمنا انه نصحى ونتعقل للصلوات الكتاب المقدس بعلمنا انه نصحى ونسهر لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو، لانه فعلا عم بيعمل بشتى الوسائل عن طريق الاغواء والاغراء عن طريق الاسقاط وعن طريق الناس اللي مش منتبهه لروحها مش منتبهه لحياتها فبيعمل عن طريق الابتلاع يجولك أسد زائر ملتمساً من يبتلعه ومرات عن طريق الغربلة بقول له لسمعان بطرس هو ذا الشيطان قد طلبكم ليغربلكم صليت لكي لا يفنى إيمانك وأكثر وسيلة عم نشوفه عم بيستخدم الخوف الناس بتخاف عن طريق الديانات خايفة من المجهول وخايفة من الأبدية. وفعلا هو بكل بساطة لقاء مع يسوع المسيح لما بتلتقي مع الرب يسوع المسيح تتبدد الظلمة وبتتحول حياتك إلى النور فبتسلك في النور بصير عندك يقين وضمان ما عندك خوف من عذاب القبر ولا عندك خوف ما بعد الموت وشو رح يكون مصيرك لأن وعود الله ثابتة وعود الله كاملة وعود الله مخصصة لأجلك ولأجلي لأن الله بحبنا ثم أحبائي الشيطان بيعمل عن طريق التجربة تعرف الكتاب بيقول في رسالة يعقوب الإصحاح الأول مكتوبة لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب احدا ولكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته ثم الشهوه اذا حبلت تلد خطيه والخطيه اذا كملت تنتج موتا يعني ما في هيك في شيء انه ابليس بيرغمك على شيء اذا انت مثلا عندك اكتفاء مش راح يحط بايدك مسدس ويقول لك روح اسرق بنك او اقتل فلان لكن بيجي على نقاط الضعف الموجوده فينا على مناطق الظلمه في حياتنا اللي ما حسمناها واللي لسه ما اتعاملنا معها بجديه وما حسمنا الامر ان نور المسيح يشرق فيها حتى فعلا نبتدي نتجدد يوما فيوما ونكون مشابهين صوره يسوع المسيح فيجرب فهو المجرب يجرب الإخوة ويشتكي عليهم وهذا هو عمل الشيطان بوقعنا في التجارب وعندما نسقط بيشعر الإنسان في خزلان بيشعر بهموم بيشعر بإحساس الخزي والعار وخلاص يعني كأنه عاره لا يمحى وهذا عمل الشيطان بيحط علينا الإحساس بالشكاية الإحساس بالذنب الشعور بالذنب لكن الله هو عاوز يحررنا ويطلقنا الى الحريه من اجل هذا اعطانا الاسلحه الروحيه لكي نثبت في المسيح ولكي نحارب من خلال دم المسيح ومن خلال اسم المسيح وكلمه المسيح ونحتمي بدم المسيح ونستخدم سلاح التسبيح وسلاح التمجيد نمجد ربنا وتكون حياتنا خاضعه على الرب متواضعه تعرف ان الشيطان بيرتعب من الانسان المتواضع من الانسان اللي فعلا عاوز يمجد الرب من الانسان اللي فعلا عايش حياه الصلاه وعاوز يكون في قداسه كامله وعاوز يكون نقي وطاهر وشهوه قلبه ان يمجد الرب ويعيش اراده الرب في حياته يسلك في النور ويعيش في النور ويكون من اولاد النور وفعلا كلامه وشهادته حياته تكون نور للاخرين هذا هو عمل يسوع المسيح لكن اذا انت مجرب بحب اذكرك ان الله لا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع بل يجعل مع التجربه المنفذ المناسب. والمسيح دائما معنا في وسط الالام. والمسيح مكتوب عنه يعني لابد ان يحول كل الامور الى خير ونحن نعلم ان جميع الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. فدعوة المسيح إلنا فعلا نغمر بحب هذا الشخص الرائع وتأكد أنه فيش إشي في هذا الوجود ممكن يفصلك عن محبة المسيح من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم عري أم جوع أم اضطهاد لا شيء من هذه الأمور ولا أي شيء من هذه الحياة أو الدهر الآتي ممكن تفصلنا عن محبة المسيح فالمسيح فعلا أحبك وعاوز يكون في شركة وفي علاقة معك حتى تكون إنسان مبارك وحتى فعلا تتلزز في هذه العلاقة لكن أحبائي أنا بخاف أن الكنيسة اليوم عم بتمر في عدة مراحل الكنيسة يمكن فقدت الأولويات الكنيسة فقدت الحماسة الكنيسة فقدت المحبة الأولى المتأججة بنار الروح القدس الكنيسة يمكن فقدت الهدف والكنيسة يمكن فقدت الرؤية بصلي اليوم فعلا رب يشعل هالرؤية في حياتنا وفعلا نرجع ليسوع المسيح ونبتدي نصلي اولا يعني الله يعطينا يقظه في حياتنا في كنائسنا في امورنا فعلا حتى حياتنا تركز على الهدف يكون عندنا رؤيه واضحه والاولويات واضحه في حياتنا ان نحب الرب من كل القلب وأن نطلب ملكوت الله أولا وأن نعرفه معرفة حقيقية وإنه فعلا نعيش من أجله وأنا بصلي كمان أحبائي فعلا ننتبه لأنه مجيء الرب على الأبواب في يعني الكتاب علمنا إنه نشهد كل يوم الكتاب يعني حتى التلاميذ ما كانوش مدركين مجيء الرب سألوا الرب يسوع في أعمال واحد آية ستة يا رب متى ترد الملك إلى اسرائيل أجاب يسوع وقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض ولما صعد يسوع الى السماء من جبل الزيتون جاء الملائكه جاءت الملائكه وقالوا ايها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين هكذا تنظرون ان هذا الذي صعد الى السماء سوف يرجع هكذا ايضا فبين صعود المسيح ومجيء المسيح حتما لازم نعيش حياه الشهاده نشهد عن الرب يسوع إذا أنت مسيحي خليني أسألك سؤال وانت آخر مرة صليت وانت آخر مرة فتحت الكتاب المقدس وانت آخر مرة شهدت عن الرب يسوع وانت آخر مرة ربحت نفس ليسوع المسيح وانت آخر مرة رحت للكنيسة للاجتماعات فالرسالة إلى العبرانيين مكتوب أيضا في سياق المجيء الثاني مكتوب ونلاحظ بعضنا بعضا على التحريض والاعمال الحسنه، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاده، بل بالاكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. فاذا كلما اقترب الوقت انا بشجع كل شخص بسلم حياته للمسيح انك تنتمي الى مجموعه، الى كنيسه تحضر وتتغذى على كلمه الله وتبنى، حتى تمارس الفرائض المسيحية في في الكنيسة ويكون في بناء لحياتك ولبيتك أيضا ثم أحبائي إحنا عرفنا من رسالة تسالونيكي مكتوب فلنصهر ونصحو لأن الرب جاي عن قريب فخليك متيقظ خليك حذر خليك سهران ثم أحبائي نعيش حياة القداسة هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة فإذا أحبائي كلما الوقت يقترب محتاجين نتقدس أكثر وأكثر وأكثر ونتشبه بيسوع المسيح بتعرفوا أحبائي الرب يسوع جاي. أنا بصلي من كل قلبي إنه اليوم فعلاً يكون بركة لحياتك. اليوم فعلاً يكون يوم مميز. يوم تاريخي في حياتك. يوم اللي أنت بتسلم فيه حياتك للمسيح يسوع. اليوم اللي أنت بتصمم إنه تترك الخطية. اليوم بتصمم وتقر انك تتوب توبه حقيقيه فكرك بيتغير وفعلا بيتغير اتجاه حياتك وتبتدي تمجد الرب في حياتك اليوم تسلم حياتك ليسوع المسيح وتقول له يا رب ارحمني انا الخاطئ واليوم ادعو المسيح الى حياتك ان ياتي الى حياتك اذا بعدك متردد اذا بعدك غير متيقن غير متاكد خليني اسالك انت اللي عم بتشاهدني هل عندك اليقين انه عندك حياة ابدية هل اسمك مكتوب في سفر الحياة طب خليني اقول لك شيء ثاني اذا اسمك مش مكتوب في سفر الحياة الرب قادر انه يكتب اسمك الان تعرف كيف عندما فعلا تعلن خضوعك وولائك للرب وفعلا يعني تترك كل الماضي وتتوب عن خطيتك وتقبل يسوع المسيح وعندما تصلي وتقول يا رب ارحمني أنا الإنسان الخاطئ الله بيجي لحياتك وبغيرك تغيير جذري وثوري أيضا وبيكتب اسمك في سفر الحياة وعلى فكرة إذا صليت هاي الصلاة ابعت لي على الفيسبوك أو على الإيميل اكتب لي بحب اسمع منك خليني اخذ آه كمان آه مكالمه من آه نعمان من عمان اهلا وسهلا اخ نعمان اهلا, أهلا اخ فيك نعمان اهلا فيك ربي يباركك اخ نزار ربي يباركك ويقويك ويحفظك شكرا كثير اهلين اهلا فيك انا بس بدي عندي مداخله صغيره بس تفضل آه للمؤمنين وكنيسة المسيح في هذه الأيام وكنيسة المسيح في كل الأيام منذ ما أنشأت الكنيسة لغاية اليوم والكنيسة حضرتك تعرف أخ نزار هي المؤمنين المولودين من الرب يسوع من الروح القدوس فالمسيح فالكنيسة هي بخير ودائما هي بخير ودائما هي منتصرة ودائما هي عروس عروس المسيح الكامله لا غضب فيها ولا عيب ولا لوم واذا في هذه الايام بعض المؤمنين الاسميين يخطئون ومثل بالماضي لكن لكن كما يقول في بطرس يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء من التجربه ويحفظ الأسماء الى يوم الدين معاقبين وبرضه بتوميثاوس الثانية ولكن أساس الله الراسخ قد ثبت إذ له هذا الختم يعلم الرب الذين دلنا. هم له وليتجنب الاسم كل من يسمي اسم المسيح فكرتي أنا اللي أقول أخ نزار أنه دائما عروس المسيح وكنيسته هي كاملة لا غضن فيها ولا عيب ولا لوم منذ ما أسس المسيح الكنيسة على صخرة الإيمان وابواب أمين. الجحيم لن تقوى عليها بس حبيت شكرا كثير شكرا كثير اخ نعمان خليني اسالك سؤال ل... دائما منتصره حبيبي. دائما منتصره امين مهما كانت الظروف ولكن ولكن اللي مذكور برؤيه هو من بعض الكنائس لودوكية والى اخره وثياتيرا والى اخره هدول هذه مراحل مرت فيها الكنيسه ببعض المؤمنين لكن الكنيسة السرية في المسيح هي دائما كنيسة منتصرة ربنا يباركك يا أخي نعمان شكرا كثير على هذه المداخلة وبصلي أن ربي يبارككم كمان في عمان شكرا كثير إخوتي وأخواتي أزف الوقت إحنا يعني في النهاية من هذه الحلقة لكن ما بحب أترك من غير ما أنه فعلاً أدعوك اليوم أنك تستيقظ تصحى تسهر مجيء الرب على الأبواب اصحى اتعقل للصلوات اصحى اسهر لألا يعني تنغمس في حياة اللذات والسكر وهموم الحياة اللي بتبعدك عن معرفة الرب وأنا بدعوك اليوم أنه فعلا تتواضع وتيجي للمسيح لأنه هي بكل بساطة تعترف بخطيتك تقول له يا رب أنا بسلم حياتي لإلك اليوم أنا عاوز أعيش لإلك أنا بدعوك حتى تكون أنت سيدي أنت ربي وأنت مخلصي أيضا أنا بصلي من كل قلب أن كل شخص فعلا صلى هاي الصلاة أن الروح القدسي أكد لك أنك أنت صرت بنت صرت ابن صرت بنت للرب صرنا أولاد وفعلا نصيبنا هو الحياه الابديه، لكن برضو في صراع، في جهاد، في ثمر لازم يظهر في حياتنا، نترجم حياه الايمان بالثمر، فانا بصلي من كل قلبي انه ربي يباركك واسمع منك، إلى اللقاء.